أسئلتك برضو داخلة داخلة صعبة برضو. أفلام رعب متأكد؟ أه طبعا. بس هو أنت قلقان ولا إيه؟ بس أنا حاسس لي كده ليه؟ أنت وشك غير عن بداية الحلقة، والله العظيم ما بكذب. أصل أنا في أسئلة كده معينة ما بحبهاش. زي إيه؟ لأ زي إيه؟ يلا انت حبيبي، انا عمري ما يعني ما احطك في موقف محرج، حبيبي. بس انا هبتدي معاك. وانت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا اهلاوي. امال رحت الزمالك ليه؟ في مصر بعد الاهلي الزمالك، او بعد الزمالك الاهلي، يعني في مصر هنا لعيب الشهره زي الشهره، فلوس زي الفلوس، انت كل يوم بيكتبوا على الاهلي والزمالك. مشيت من الاهلي ليه؟ عشان سافرت الامارات، قعدت شهر هناك بدون اذن النادي، كانت واخد 4 ايام. ف مفيش هزار؟ لا الاهلي مفيش هزار. يعني بتعمل ايه في الامارات؟ بلعب دوره رمضانيه، كنت نجم ساعتها بقى. خدت كام ده؟ مش فاكر، بس اللي خدته هم خدوه في البطوله العربيه، لان انا استبعدت البطوله العربيه قدوا بالظبط، فهم رضوش يدوني مكافاه البطوله العربيه. في حد يسيب الاهلي يا راجل عشان يروح يلعب دوره رمضانيه يا راجل؟ ما هو زمان الاهلي يا كابتن شادي كان الدوري بتاخد 3000 جنيه. الوقت اللي انت لعبته في الاهلي او ولا الزمالك احسن؟ لا الاهلي طبعا. الاهلي. اتحاربت في الزمالك؟ مش اتحاربت، ما كانش مفهوم الاحتراف قوي. لو اي كلمه اتقالت او اي حركه اتقالت يقول لك ده اهلاوي، ده مش ده يا راجل، ده خرجوني في ماتش الزمالك والاهلي. وكنت مكسر الدنيا، وقال لك اصل قصدي ضيع الكوره. فمش اتحاربت، بالعكس اللعيبه اللي كانوا معايا كلهم زمايلي واخواتي، وكابتن اشرف وكابتن اسماعيل كلهم. لكن ما لقيتش نفسي، كان معايا كابتن ايمن شوقي، ما لقيناش نفسنا في هو مره كابتن انور سلامه حبسك في النادي؟ مين اللي قال لك؟ انا بسالك. حبسك؟ مش حبسني، ده مره حبسني ومره حلق لي شعري. بص، لما تحب حد يكون ليه بعد ربنا فضل عليك تستحمل منه اي حاجه. هو حب يعمل الكلام ده في الجونه مع جمال حمزه. حب يمرنه الصبح والظهر ويحبسه ويقعده في الجونه ويوي. جمال ما استحملش. فانا قابلت كده قلت له لا، قال لي انا كان نفسي ارجعه منتخب مصر. بس الكلمه قلت له لا، هو مش عبد الجليل، هو مش ابنك، هو مش انت اللي فانا كان لقاني كده في الجنين وواقف وبتاع. وبعدين في ماتش ودي كده كنت بلعبه الصبح، وكل ما اقف على الكوره زي شحاته ابو كف اروح واقع. اروح واقع. فقعد يتريق عليا هو كابتن صلاح حسني وقال لي مش هتكمل كوره، هتبات في النادي اسبوع. يا كابتن ما ينفعش ساعتها منتخب مصر.